السلام عليكم. الدرك الوطني ولاد رحمون، من فضلكم هنا معكم نفطات منوره بحيث الغاز، عندنا تسرب غاز مطبوع بحريق، نستحق منكم الدعم من فضلكم وشكرا. سيناريو هذه المناورة هو تسرب غاز كبير من صهريج شاحنة أثناء في داخل مركز تعبئة شاحنات الصهريج. الهدف من هذه المناورة هو تقوية قدرات التدخل لإعوان التدخل لكافة المتدخلين، وثانيا مراعاة جاهزية الفرق التدخل، وثالثا التأكد من فاعلية وصلاحية الجهاز الذاتي للمؤسسة. تم وضع التشكيل من أجل حفظ الأمن وتسهيل عملية النجدة والحماية للمتدخلين في الميدان. كما وضعنا لمستوى المكان فريق تحقيق من أجل معرفة ملابسة خلفية أسباب الحادثة، مدعم بالشرطة التقنية للقيام بالمعاينات والتعرف على هوية الضحايا. تقوم مؤسسة نفطال بعدة مناورات في كل شهر، ونقوم بمناورات كل 6 أشهر مع الحماية المدنية اللي يشاركونا في العمليات لرفع من الجاهزية على الأعوان والفعالية في التدخل.